الملف اللي باش نحكيه اليوم فيه يخص مئات المليارات ضايعه على الدوله التونسيه، والسبب هي الاداره العميقه اللي مش قاعده تقوم بالمهام نتاعها، ونحكي على مختلف مناطق الجمهوريه. في تقديرات اوليه فما تقريبا 100 مليون طن من الرمال والجرافيه، الناس كلها تعرفوها، خرجت من الأراضي التونسية من الكاريارات بدون لا تيفيا لا فواتير لا أي شيء. في السنوات الماضية كانت بارشة مقاطع مسيبة، مفهمش شكون يحكم فيها، مفهمش شكون يراقب فيها للأسف. وسمعنا في المدة الفارطة إقالة مسؤولين ولات وإطارات سامية في الأمن الوطني أو في بعض الإدارات من جراء ملفات الفساد هذية. لكن بعد شنو صار؟ أكيد الناس الكل تنتظر في فتح الملفات هذه، وإحنا في بلا قناع بادرنا ونتواصل مع الإدارات المعنية للإجابة على كل هذه الأسئلة. في الفترة الماضية حكينا على إمبراطورية بوشا للرمال، حكينا على مقاطع خارجة على السلطة، حكينا على الناس يتسموا معتها مسنودين ياخذوا الرخص نتاعهم في الوقت اللي فيهم تقارير نورمالمون ما يخوش الرخصة نتاعو ويمشي للقضاء، وبرشا كلام في هذا الإطار في الكواليس الإدارات، لكن حد محل الملف وهذوما قلنا فوق القانون ويخذوا الرخصة نتاعهم قبل الناس الكل. نرجع بكم البوش، نرجع بكم للكاريرات اللي نورمالمون الرخصة نتاعها وافية لكن يخدموا ليل ونهار. نرجع بكم البير الدولة نتاع الزوز مليارات وبحذية إطار في ولاية زغوان. سيدة سامحني معناتها عطينا سيفتك خلي الناس تعرف. وسيلة حمدي، رئيس دائرة العمل الاقتصادي في ولاية زغوان. أنا قلت البلاد السايبة، قلت الكاريرات الضايعة، قلت الناس الفوق القانون، قلت الحيوانات ماتت البقر طاح في الكاريرات، قلت الغلم طاحت في الكاريرات، قلت بير الدولة تخرب، قلت الناس هذوما شكون يحمي فيهم؟ لأنه شغلهم شغل عصابات وليس أطراف على الأقل تلتزم بالدولة، وحتى كي تخالف مخالفة صغيرة، لكنهم عملوا كل شيء يدل على الخراب، يدل على لا قانون، ويدل على أنهم ناس ما يهمهمش بلادهم، يهمهم فقط جيوب. احنا في الواقع كولاية يقع معناتها تقديم الملفات كدائرة العمل الاقتصادي، يقع التثبت من مدى توفر كافة الوثائق المطلوبة، يقع بعد الإعداد المادي بعد استشارة مختلف المصالح المعنية وتبدي رأيها الفني، يقع عرضها للجنة الجهوية الاستشارية للمقاطع، يقع البت فيها إذا كان ثم تضارب في المواقف، يقع معناتها تكليف لجنة وإلا فريق جهوي يقع يخرج معناتها لمعاينة المقطع ذاك والتثبت من ناحية الفنية. قاعدين تخرجوا الثبت قاعدين نخرجوا، عملنا العديد من الزيارات، وكنت حب حتى نوريك معناتها موثق بالصور، ويقع استعراضها خلال اللجنة معناتها، وعدنا تقع معناتها مراسلة صاحب المقطع حول الإخلالات اللي تم معناتها رفعها ولا تسجيلها، وموثقة بالصور، وتقع مراسلة يا إما إدارة المقاطع إذا كان هو مقطع صناعي بالإدارة العامة للجسور والطرقات وزارة التجهيز، وتقع مراسلة أيضا الإقليم الحرس الوطني باعتبارها معناتها هو الهيكل المكلف له بمراقبة المقاطع من حيث مدى الاستجابة لكرة شروط الاستغلال ولا كرة شروط البيئية اللي هي مكلف بها هيكل آخر اللي هي وكالة حماية المحيط. سيدتي الكريمة، بخلاف حاجة معطى أنا مثبت منه، لقيت الحرس عامل محاضر، عامل مداهمات في كل مرة معناتها يخرجوا يلقى ويثبت التجهيزات بالمحاضر نتاعو، لكن في المقابل لقيت كاريريت بلا رخص تشتغل، وهاي الصور نوري فيها معناتها مش نجيبوا حاجة من عنا، لقيت ناس تبيع في التراب بتاع الدولة، لقيت ناس تحفر في أراضي فلاحية، لقيت بئر دولة متكلف بزوز مليارات انتهى طاح صحيح، وفي لقيت معتها الزيتين تقتلع، لقيت كل شيء إلا السلطة إلا أنتم ما لقيتكمش. لا نحن نخرج وعدنا، كيفاش تخرج يا مدام سمحني، كيفاش تخرج عندك أنت ألاف الكماين قاعدة تهز في الرمل وفي الجرافي بصفة عشوائية وتقول لي أعملنا وخدمنا وقدينا؟
أنا نحب نسألك وخلينا من الحوارات الجانبية. أنا نقول من المسؤول على أنه فما أطراف ترتقي إلى مستوى عصابات قاعدة تشتغل بالقوة، قاعدة رغم المحاضر الأمنية، رغم اللي يصير لهم، رغم المداهمات، ديما الناس قاعدة تخدم. شد صحيح أني تسرق، شد صحيح أني تتجاوز الدولة، هذيك أمور تتجاوز الإدارة، تتجاوز حدودي أنا، معناتها شنو الصلاحيات الموكولت لي. بالنسبة لي أنا وقت اللي خرجنا عندنا، قلت لك موثق بالصور، ربما من الصدف كونها وقت اللي خرجنا احنا ما فهم، معناتها ماهوش في حالة نشاط. الكميات هذيك راهو يلزم يقع الاطلاع على الدفتر اللي هو يلزم يكون متوفر على عين المكان ومسجل فيه الكميات المستخرجة. وبالنسبة لي سيرك باش يقيد لك يا مدام، سامحني، يقيد الشريكة دور الهياكل اللي معنية بالمراقبة. شكون دور القبضة؟ دور المالية؟ دور دورهم 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 حتى كمالية وكقباضة باش تشوف، معناتها خاطر كارير في الأداءات اللي قاعد، معناتها هو يدفع فيها يلترى مطابقة للكميات المستخرجة ولا خاطر احنا لهنا نقص شوية الريبورتاج ونوريه الصور وباش نحكيه في اللي يلزمنا نحكيه فيه. اليوم فما كاريريت عشوائية، فما كاريريت فيها رخص متوقفة، وفما ناس قاعدة تهز في الرمل وتهز في الجرافي وتهز في الطين وقاعدة تشتغل ومش قاعدة تخلص لا في التيفيا ولا حد شيء. وزارة المالية، القبضات، خلينا نحكيها بالدرجة، اللي عنده حفرة وخرجوا له ريدريسمون فيسكال ويخلص الدولة. هذا هو المطلوب وهذا هي الهدف اللي نحكيه فيه السيدة رئيسة الحكومة، إن كانت هنالك جدية في مقاومة الفساد. هذه هي أولى النقاط التي يجب أن تفتح. ونرجع لك سيدة الكريمة، خلنا نخرج من الكاريير نتاع الرمال هذية. اليوم أنا نملك معطيات على كاريير آخر خالف كل الإجراءات الفنية اللي نورمالمون يخضع لها، عمل كل شيء ووقع إحالته على القضاء وعوض انتظار الأحكام القضائية وقع إسناد تمديد بالرخصة نتاعو بخمس سنوات. كيفاش صار هذه؟ كيفاش تصير؟ هذا مقطع صناعي مش من أنظار اللجنة الجهوية. اللجنة الجهوية إيش عملت؟ مش من أنظار اللجنة الجهوية. سمحني، أنتم جهويين شو عملتوا؟ نحن جهويين، معناتها وقع تكليف لجنة اللي هي خاطر باعتبار كونها رئيس البلدية جبل الوسط هو اللي اتخذ فيه قرار في الغلق المؤقت، والموضوع هذا كان من أنظار معناتها دائرة أخرى اللي هي دائرة الشؤون البلدية، وخرجت لجنة والملف متابع من معناتها وقع متابعته من القضاء. سمحني قبل كل شيء، وقع إحالته على القضاء ولا وقع إحالته على القضاء؟ الملف مازال في أنظار القضاء، مازال في أنظار القضاء، اي مازال معناتها ما خذوش فيه حكم نهائي. حكم نهائي القضاء مازال ماخذيش حكم نهائي، لكن يا سيدة وزيرة الصناعة عندك مدير عام خذا فيه قرار وجدد بخمسة سنوات. نرجع للملفات نتاع المقاطع. اليوم سيدة الكريمة من أبرز ثروات الوطنية هي المقاطع، نعرفوا الرمال، نعرفوا الأرجيل معناتها الطين، نعرفوا الجرافي، نعرفوا الحجارة. ومن أكبر الولايات اللي موجودة فيها المقاطع هي زغوان، بالتحديد بير مشارقة، وبالتحديد بير مشارقة هكا ولا ايه. فما موفمون تاع الاف الشاحنات يوميا، نورمالمون الفواتير القانونية ومداخيل اجبارا ان تكون موجودة عند القبضات المالية فعلا. لكن سيدة الكريمة المداخيل هذه غائبة، وانت موظفة سامية في الدولة تتلهى بالشؤون الاقتصادية. على اي اقتصاد نتحدث وعلى أي مالية عمومية نتحدث إذا كان ألاف الشاحنات هذية ما تخلصش وما تعطي حد شيء؟ هذية الرقابة راهي موكولة الهياكل الأخرى. احنا خدمتنا راهي إدارية بحتة، معناتها يقع قبول الملفات والتثبت فيها وعرضها على اللجنة، وفي حالة معناتها سيدتي الكريمة نحكي على الفلوس، نحكي هز المال عنده تيدية هياكل أخرى مكلفة بمتابعتها. أنت مسؤولة في الولاية، مسؤولة على التنسيق، مسؤولة على المتابعة، وموكول إليك
إذا كان الدفاع إذا كان على بلدك على الوطن فعلاً فعلاً أنا راني خذيتك أنت النموذج على بقية الولايات. سمحني يا سي محمد في غياب المعلومة في غياب المعلومة كيفاش أنت باش تتصرف؟ أنا المعلومة اللي أول مرة أسمعها. أنت تخرج ولا نخرج نعاين دقدق ولا تكسر مشي على روحه الدقدق فعلا. وعملنا جلسة مؤخرا وعيتنا لأصحاب المقاطع كلهم وطلبنا منهم باش سمحني تشوف في الكارير كبير برشا وفراغ من الرمل وفراغ من الجرافي وفراغ من الحجارة ولا تشوف فيه ولا لا 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 خنوضح تخرج من الميدان ولا سامحني انا نخرج في الميدان راهو ما خرجناش معناتها دوري انا باش نخرج ونعاين مع راني انا من الاول وضحت لك خرجاتنا كانت محدوده جدا باعتبار لا نحكي انا كهيكل اداري هو حتى المقرر سامحني حتى المقرر نتاع اللجنه هي الاداره الجهويه للتجهيز ماهيش الولايه المقرر رغم ذاك الكل احنا اللي المحافظه على حياد الإدارة مش معناتها تكون الولاية تتحمل مسؤوليتها هي الشابوت اللجنة كان في الفلوس يا مدام بالطبيعة مش حافظوا على الفلوس الفلوس خربت مش جاي الفلوس هما هزوا ويبيعوا ويشريوا وعملوا الدنيا الكل كان الدولة ما يدخلهاش فلوس والله أنا هني قلت لك هذه معلومة لأول مرة نسمعها فما هياك الأخرى معلومة لأول مرة تسمعها وإحنا نستغلوا هذا الريبورتاج الإطارات السامية الإطارات اللي تخلص بالملايين المديرين العامين في وزارة البيئة في أملاك الدولة في وزارة الصناعة في المناجم في التجهيز اليوم بلادنا تحفرت نقبة نقبة وكأن معتها صارت فيها قنابل لطف يا ربي كي تخرج وتشوف وضعية المقاطع والمسؤولين هذوما في الإدارات مش قاعدين يخرجوا ومش قاعدين يراقبوا فلاحة على أي فلاحة نتحدث والزيتون تقلع واللوز تقلع والبير نتاع الدولة الصنداج اللي متكلف بالمليارات طايح كيفاش تاخذوا القرارات كيفاش تعملوا الرقابة كيفاش تمشيوا وتشوفوا الوضعية اللي موجودة فيها المقاطع في تونس وزارة التجهيز أنا مش فما شروط فنية نتاع كاريريت قاعدة تشتغل ووصلوا خرجوا الماء من القاعة من اللوطة وهبطوا بروفوندور 200 متر واش يهم كيف كيف نحكيه على أملاك الدولة اليوم فما مئات الكاريريت في مختلف مناطق الجمهورية كاريريت هذه عشوائية أرض الدولة وطرابة يتباع والناس الكل تتفرج كيف كيف بعض الأطراف تتسمى محمية وعند الوسطات والولاءات ياخذوا بإشارة وبهاتف رخص نتاع كاريريت ويخدموا على رواحهم وحتى إذا كان فيهم إخلالات وفيهم معتها تقارير فنية جهوية تخالف الموجود بطبيعة الحال لا يقع لا التثبت ولا التشاور أعطي الرخصة وأختم بالمعلومة الأخطر وهي مسألة الشركات الأجنبية يا سادة يا مادة أكبر شركات الرمال جات لتونس ودخلت وشات للقروان وللناظور وبير مشارقة ويتعاركوا يتعاركوا بالبنية شكون ياخو مرسول قتول أكبر وقت لإدارة المناجم نائمة نوم العسل وبلادنا خليها تتسرق وخلي كل شيء يضيع ايش يهم بما انه فما دولة داخل دولة سلطة داخل سلطة واطراف قاعدة تشتغل لحسابها الخاص في غياب الرقابة فما وطنيين شرفاء يشتغلوا على رواحهم لكن من يحميهم من يستمع اليهم اكيد حل الملفات